الواحدة بتوقيت الجزائر نشرة للأخبار، والبداية بأبرز ما فيها من أخبار. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل وزير الخارجية البرتغالي. رئيس الجمهورية يهنئ المعلمين بمناسبة يومهم العالمي ويجدد التزامه بدعمهم. نحن نعول كثيرا على قمة الجزائر من ناحية توحيد الصف العربي ولم الشمل العربي. أتمنى أن يكون لهذه القمة ما يأمله وتأمله كل الشعوب العربية من أنه يعود الوفاق بين كل الشعوب العربية. الجزائر ستنظم قمة، وأنا على يقين من خلال المتابعة والمقاربة والتدقيق أنها ستنجح في تنظيم قمة عربية ستكون قمة مفصلية في تاريخ الأمة العربية. النخب والمؤسسات الإعلامية العربية تعول على مخرجات قمة الجزائر في لم الشمل وتوحيد الصف العربي، أراء ترصدها شبكة مراسلين عبر عواصم عربية. التوقيع على مذكرة تفاهم لإنجاز مستشفى جزائري قطري بتخصصات دقيقة تجسيدا لمشاريع أخرى بين البلدين. توزيع قرابة 900 وحدة سكنية بصيغة العمومية الإيجاري بولاية ميلا. أهلا بكم من جديد. البداية حيث استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وزير الشؤون الخارجية لجمهورية البرتغال السيد جواو غوميز غرافينو. اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المعلمين بمناسبة يومهم العالمي الموافق للخامس أكتوبر من كل سنة، مجددا التزامه بدعمهم، حيث جاء في حسابه على تويتر تهنئة للمعلمات والمعلمين والأستاذات والأساتذة بمناسبة يومكم العالمي الموافق للخامس أكتوبر. نجدد لكم التزامنا الدائم بدعمكم، وأملنا فيكم كبير من أجل تعليم متطور وحديث. تحدث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة اليوم مع نظيره البرتغالي جواو غوميز غرافينو. اللقاء توسع فيما بعد ليشمل وفدي البلدين، حيث تطرق الطرفان إلى واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات. وبمقام الشهيد وضع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية البرتغال جواو غوميز غرافينو إكليلا من الزهور، ووقف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة. استقبل رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل اليوم بمقر المجلس وفدا برلمانيا عن لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجزائرية بمجلس الشورى للمملكة العربية السعودية برئاسة عساف بن سالم أبو ثنين رئيس اللجنة.
وبالمناسبة اغتنم رئيس مجلس الأمة هذه السانحة لتذكير الوفد البرلماني السعودي بالخطوات التي انتهجتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية الرامية إلى إعادة تقويم بنائها المؤسساتي بالاستناد على دستور أقره الشعب الجزائري في الفاتح نوفمبر 2020. رئيس مجلس الأمة أشاد بطبيعة العلاقات الوثيقة بين البلدين التي تعود إلى سنوات الثورة التحريرية المجيدة، وهي العلاقات التي تتسم بالاحترام المتبادل. يواصل نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشاتهم لبيان السياسة العامة للحكومة في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وبحضور الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي، حيث شكلت المسائل الاجتماعية المرتبطة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن والمتعلقة خصوصا بالصحة والقدرة الشرائية، شكلت أبرز النقاط التي تركزت حولها مداخلات النواب. وفي هذا الإطار دعا بعض المتدخلين إلى التكافل بانشغالات المواطنين ورفع التجميد عن المشاريع، ومن المنتظر أن تتواصل الجلسات إلى غاية يوم غد ليفسح المجال بعدها للوزير الأول للرد على انشغالات النواب. يشارك اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في الاجتماع 33 لمنظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك وشركائها خارج المنظمة، ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ سنتين، حيث لم يلتئم وزراء الطاقة للمنظمة والأوبك بلس في لقاء مباشر بسبب جائحة كورونا، واكتفى الوزراء بالاجتماع عن طريق التحاضر عن بعد. هذا وتسود حالة من الترقب في الأسواق النفطية لما سيسفر عنه هذا الاجتماع. ومن المتوقع أن تقرر المنظمة وشركاؤها انخفاضا في الإنتاج للحفاظ على توازنات السوق الدولية. على غرار باقي الدول العربية، تطلعات وأمال تعلقها النخب الإعلامية على مخرجات القمة العربية التي تحتضنها الجزائر في الفاتح نوفمبر المقبل، وفي مقدمتها التلفزيون العمومي الموريتاني الذي يستعد لتغطية ومواكبة الحدث. موفدة التلفزيون وفيا زعيو إلى موريتانيا والتفاصيل. على هذه الصور والحركية يستعد التلفزيون الموريتاني لمواكبة أشغال انعقاد القمة العربية المقررة بالجزائر في الفاتح نوفمبر القادم، برامج وحصص خاصة ومواعيد إخبارية إضافية لمواكبة هذا الحدث العربي الهام. الملفات المطروحة على هذه القمة تستدعي من الإعلاميين حضورا لافتا لهذه القمة، والقناة الموريتانية على شاكلة معظم القنوات العربية ستكون حاضرة لهذا المشهد العربي، باعتبار بأن القمة العربية ينتظر منها أن تبحث كما قلت ملفات عديدة، وستكون هنالك متابعة دقيقة لمختلف جلسات هذه القمة وما سيصدر عنها من قرارات أهم بالنسبة للمواطن العربي. وعلى أهمية هذه القمة وأبعادها الجيوسياسية، تستعد نخبة من الصحفيين بالتلفزيون الموريتاني لنقل كل تفاصيل أشغال القمة العربية وإعداد تقارير إخبارية حتى قبل تاريخ انعقاد القمة. هذه التقيات كانت تقيات مستمرة على مدار هذه الأيام، كانت موجودة فيها جميع الأجناس الصحفية من أجل أن لا يمل المشاهد العربي والموريتاني خلال هذه الظرفية، وكنا نعالج زوايا مختلفة وأيضا مواضيع مهمة تهم الأمة العربية بشكل عام. ما يؤكد أهمية هذه القمة هو كم من استعد أو عبر عن حضوره لها في وقت سابق. الأمم العامة المتحدة ما يربو على عشرات الزعماء والقادة عبروا عن حضورهم لهذه القمة. الجزائر ستنظم قمة، وأنا على يقين من خلال المتابعة والمقاربة والتدقيق أنها ستنجح في تنظيم قمة عربية ستكون قمة مفصلية في تاريخ الأمة العربية. ضمان تغطية إعلامية في المستوى لأشغال القمة العربية المزمع تنظيمها في الجزائر شهر نوفمبر المقبل هو ما تتطلع إليه التلفزة الموريتانية،
تطلعات تعكس الأهمية البالغة لهذه القمة العربية التي سخرت لها الجزائر كل ثقلها الدبلوماسي وسخرت لها كل الإمكانيات لإنجاحها ولم شمل الأمة العربية. من مقر التلفزة الموريتانية وفي زعيو إلى التلفزيون الجزائري. والاهتمام الإعلامي بقمة الجزائر يشغل الصحافة الدولية. التلفزيون الجزائري يرصد جانبا منه من خلال منتدى الإعلام العربي بالإمارات العربية المتحدة مع موفدنا سعيد طوبال. اهتمام كبير بالقمة العربية من قبل الإعلاميين العرب في أحد أكبر الملتقيات الإعلامية بدبي، منتدى الإعلام العربي. القمة ينتظر منها الإعلام العربي الكثير نظرا للظروف الدولية والإقليمية الراهنة. طول عمر الجزائر تجمع ولا تفرق. أنا أتمنى إن شاء الله قمة لم الشمل تكون حقيقة قمة لم الشمل. إن شاء الله العرب لما يتوحدوا قوة عظمى. إن شاء الله. بطبيعة الحال القمة العربية القادمة هي قمة في غاية الأهمية. دائما مصر حريصة على التضامن العربي، حريصة على الدعم الكامل لإنجاح القمة العربية. الدول المصرية تتحرك في هذا السياق. هناك تحديات كثيرة أمام هذه القمة. في توقيت خطير جدا يواجه العالم بالكامل، يواجه الأمة العربية. نتمنى انه هالقمة العربية تنجح، هالقمة العربية اللي هي تحمل شعار لم الشمل فعلا لم الشمل. اتمنى كمان على الجزائر انه بما انه هي اللاعب الاساسي بالاستقرار على صعيد المنطقة وبالاستقرار على صعيد القارة الافريقية. العرب بمنتدى الاعلام العربي يصوبون انظارهم نحو الجزائر نظرا للتحديات الكبيرة التي ستعرفها قمة الجزائر، ومنها تحدي الأمن الغذائي. وحسب المختصين فإن قمة الجزائر ستكون فرصة لإيجاد حلول والاتفاق على خارطة طريق موحدة. أنا سأذهب إلى الجزائر من أجل تغطية القمة العربية والمعقدة بداية الشهر المقبل في الجزائر كما ذكرت. يعني أعتبر نفسي محظوظة لأنه هذه القمة قمة هامة بالتأكيد. يعني أهميتها ليس فقط أنها قمة العربية، أهميتها أنها تعقد في الجزائر، أهميتها بأنه هناك الكثير من الملفات الهامة المطروحة على طاولة هذه القمة، ملفات إقليمية عربية ودولية. تعتبر قمة القمم لأن هناك اجتماع عربي كامل وهو توحيد الصف العربي بعدما كان هناك الخريف العربي بالنسبة إلى الدول العربية، وهذا التوحيد هو يعتبر لم شمل كامل بالنسبة إلى وطننا العربي. وإن كنا نتحدث عن جميع المجالات الاقتصادية والسياسية وأيضا الغذائية بشكل كامل، وهذا لم الشمل سوف يكون هناك ضم جميع المواضيع في هذه القمم. ولضمان تغطية الحدث بالجزائر نظرا لاهتمام الإعلام العربي بالقمة، تسهر القنصلية الجزائرية بدبي على تسهيل الاعتمادات لحضور القمة. الإعلام الدولي المتواجد بمنتدى الإعلام العربي أجمع على أن قمة الجزائر سوف تكون قمة مميزة وسوف يكون لها تأثيرها العام دوليا إقليميا وخاصة عربيا، وهذا ما يعكس نجاح هذه القمة حتى قبل بدايتها. من الإمارات العربية المتحدة للتلفزيون الجزائري سعيد طوبال. ومن تونس ترصد لنا الزميلة ليندا أرقراش تطلعات وأمال يعلقها المواطن لمخرجات القمة العربية المقبلة بالجزائر. على الصعيد الإقليمي والدولي ومتغيرات اقتصادية وأزمات يتابعها باهتمام الشارع التونسي عبر نخبته التي ترى في قمة الجزائر فرصة لتوضيح الرؤية العربية خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك. تنوع مخرجات أو المعاد الموجودة في الدول العربية هذا يعطي لدول هذا بالإضافة إلى المكان الجغرافي للدول العربية والإطلالات البحرية لدول العربية وإطلالات البحرية وتحكمها في المضايق على مستوى العالم والموقع الجغرافي للدول العربية يعطي لها تميزا جغرافيا وتميزا اقتصاديا. لكن هذا لن يتأتى إلا بأن نرفع مستوى التعاون الثنائي بين دول العربية ونوقع عدة اتفاقات ترفع من مستوى التبادل البيني بين دول العربية والتنسيق المشترك والعمل على الاستفادة من تجارب دول العربية التي وصل بعضها إلى مستويات جيدة جدا ولله. هذه القمة هي وساطة لعضو محترم في الأسرة العربية
هذه 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 الأسرة أو هذه الأسرة المتميزة التي اسمها الجزائر، هذه العائلة المتميزة ستستخدم نفوذها الأدبي والمعنوي بما لها من علاقات مع كل الدول العربية، علاقات سلم وأخوة، فهمتني، لاستدراجهم إلى حلول مشتركة يتفقون عليها ويلتزمون بتنفيذها. تفاؤل كبير من قبل المتابعين للشأن العربي هنا بتونس حول ما سيخرج به قادة العرب من رؤية موحدة وقرارات لصالح شعوب المنطقة، سيما فيما يتعلق بملفات التعاون العربي، الاقتصاد، إضافة إلى القضية الفلسطينية. ينتظر من هذه القمة هي المصالحة بين الفلسطينيين فعلاً، المصالحة بين الفلسطينيين أولا ورفع الحصار عن غزة، وكذلك الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية فعلا، ودعم وتأييد الفلسطينيين فعلا في قضيتهم وفي صراعهم مع العدو الصهيوني. أتمنى أن تكون لهذه القمة ما يأمله وتأمله كل الشعوب العربية من أنه يعود الوفاق بين كل الشعوب العربية، فلينظروا جميعا إلى غاية وحيدة وهي الأمة العربية ووحدة الأمة العربية. إجماع كبير من قبل النخبة التونسية على أن قمة الجزائر مطلع الشهر القادم موعد مهم جدا وفرصة سانحة للقادة العرب من أجل لم الشمل وتقريب الرؤى حول مسائل عديدة ستكون مطروحة في ظل التغيرات التي عرفتها الساحة الإقليمية والدولية. ليندا أرجراج للتلفزيون الجزائري تونس. من جانبهم أكد أعضاء من مجلس النواب الأردني على أن قمة الجزائر ستكون سانحة لتوحيد الصف العربي وإيجاد حل للقضية الفلسطينية بوصفها قضية محورية. انعقاد القمة في العربية في الجزائر في الفاتح من نوفمبر له رمزية كبيرة، إذ تؤطر إلى فترة مهمة جدا من تاريخ الأمة العربية وتاريخ الجزائر في مقاومة الاحتلال وسيادة الأمة العربية. نحن نعول كثيرا على قمة الجزائر من ناحية توحيد الصف العربي ولم الشمل العربي في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها المنطقة. أنا باعتقادي قمة الجزائر تنطلق من محاور ثلاث، المحور الأهم والأبرز على الساحة العربية هو المحور السياسي والمتعلق بإيجاد حل سياسي للقضية المحورية والأساسية في الشرق الأوسط وهي القضية الفلسطينية. نحن فخورون وسعيدون بالإعلان عن عقد القمة العربية في بلدنا الثاني الجزائر بعد عدة محاولات باءت بالفشل لعقد هذه القمة العربية التي هي على مستوى قادة الدول العربية، وهذا الإنجاز بحد ذاته هو أكبر نجاح لاجتماع الدول القادة الدول العربية، حيث مجرد الاجتماع فهو بداية طريق لحل كافة المشاكل التي يمر فيها الوطن العربي كمشاكل أمنية ومشاكل اقتصادية، حيث أن القادة العرب همهم واحد ومشترك، ونحن على مستوى دولة الجزائر أن قناعتنا المطلقة بأنها قادرة على تجميع الكلمة العربية في الاتجاه الذي فيه مصلحة لجميع الدول العربية. من جهتها نوهت الشاعرة العراقية ساجدة الموسوي بالرمزية العميقة لتاريخ انعقاد القمة العربية المتزامن مع ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المظفرة. حقيقة عندما ورد خبر اتفاق وزراء الخارجية العرب على عقد القمة العربية في الجزائر بالذات، يعني هذا خبر أسرني كثيرا، وإن هذا الخبر يعني أنه نوه الخبر أنها تتزامن مع الذكرى 68 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي عام 54، يعني تزامن القمة مع هذا الحدث يعطيه قيمة أخرى في نفوس العرب وفي ذهن كل عربي حر يتمنى للأمة العربية التحرر والسيادة وتقرير مصيرها بنفسها دون تدخل القوى الخارجية.
هذا طبعا الخبر أفرح قلبي وجعلني أستعيد الروح الوطنية والقومية اللي تعزز وجودنا العربي، وفي زمن يعني نحن الآن في زمن التحديات التي واجهت أمتنا العربية من التدخلات الخارجية من التفكك. بالعودة إلى اليوم العالمي للمعلم، نقف عند نيل أو نبل الرسالة التي يؤديها المعلم في تربية النشأ. تقول دلى الماضي: إني أكثر لكي بالنور أظهر أزهو وأفخر. هكذا تستقبل المعلمة صباح تلاميذها كل صباح. صباح الخير أطفال، هل أنتم بخير؟ مسيرة سنوات طوال من العطاء في مهنة مقدسة تجري في عروقها مجرى الدم. دخلت عالم التعليم بحب، خاصة كنت نحب الأطفال الصغار، وكي تعملي مع الأطفال لازم تكوني طفلة معهم، يعني تصغاري معهم، تبقاي صغيرة. أنا كبيرة في العمر بالك بقيت صغيرة على جال الأطفال، خاطرش نلعب معهم. صوت أطفالي أنا بالنسبة لي دايما نقولهم موسيقى عملي. المعلمة صباح لها مهاراتها المميزة في التعليم. هكذا يد اليسرى، حركها 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 حركها. أحسن وسيلة لتعليم طفل هي اللعب، وقمت بهذه العملية منذ مدة طويلة. كانوا عندي أطفال كنت نستعمل وسائل إيضاح، الكيس مثلا كيس النظافة ندخلوا فيه وسائل النظافة، يتكلم الكيس عن طريق المغيونات العرائس. بالنسبة لمهنة التعليم هي مهنة ليست بالسهلة، يعني باش نقول لك المهنة سهلة ماهيش سهلة، مهنة تتطلب أنك تكوني صبورة، الصبر متزنة، واثقة من نفسك، واثقة من معلوماتك، تحمي لنا خطة العمل أو تخطيط تحضير للدروس. لما يروحوا هذه الوجوه التعليم يفقد، لأنه ما زالت تعمل بجدية وكأنها جديدة، هي كيف زادت 34 سنة عمل وما زالت مثابرة. فهنيئا لكل معلم اختار هذه الرسالة، رسالة الأنبياء أسمى معاني الرسالات وأعظمها. كستالي ياسمين معلمة لفئة مرضى تريزوميا بوهران، والتي أضحت تعطي المثل بين زميلاتها في التعليم البيداغوجي وقيمة المضافة للعمل الإنساني. المتابعة مع محمد سلمي. صدر رحب وروح مرحة تستقبل المعلمة ياسمين كل صباح تلامذتها بمدرسة أحمد زهان بوهران، وكلها شغف في مزاولة مهنة التدريس وتكوين أطفال متلازمة الداون نفسيا وبيداغوجيا. بديت كمتطوعة عندهم في الجمعية، ومن بعد قعدت خدمت معهم كمتطوعة لمدة سنة، ومن بعد دخلت وبديت نخدم معاهم. وكي بديت نشعر في البداية مشوار شوية صعب في البداية، لكن تلقيت تكوينا ميدانيا وتطبيقيا بحت. أطفال تريزوميا لقى لهم معاملة خاصة مش كما الأطفال العاديين، لقى الواحد سيفغي في القراية هي باش تفهمهم، لقى تفهمهم بطريقة بصرية وملموسة، لقى يشوفوا ويتلمسوا باش يفهموا الحاجة، والحمد لله زعما لقى تجاوب ويفهموا ويقروا. تقريك؟ شو تقريك؟ حورو ورقة. برافو. التميم نجبريها نبريك كدب خال. بين الحب لمهنة التعليم وملكة الضمير قيمة إنسانية اتسمت بها من خلال عملها الدؤوب والمجهود الذي تبذله في تكوين هذه الفئة، جعلها تحظى بمكانة خاصة بين زميلاتها. ياسمين عطتنا كل شيء، عطتنا كاع واش كاين باش نتعاملوا صحيح مع الأطفال تريزوميا، لكن احنا جدد ما نعرفوش كما تعرف هي عندها اكسبيريونس علينا، احنا نتعاملوا معهم
بالطريقة اللي علمتها أنا هي. أقول عنها كل الخير، هي كفاءة. ياسمين المعلمة الحنونة، تتعامل عندها سحر في تعاملها مع هذا الفئة. في الأنفي أشم الورد، بيدي ألمس وجه الجد، رسالتي لكل معلم ومعلمة وكل زميل وصديق وكل معلمين، نقولهم حبوا مهنتكم وخدموها بصدق وإتقان، والله تنجحوا في الآخر. فكل الاحترام والتقدير لياسمين وكل معلم يعمل بتفان ومسؤولية لتربية النجم. تحية تقدير واحترام لكل المعلمين والمعلمات والأستاذات والأساتذة. إلى موضوع آخر، حيث أشرف اليوم وزير الصحة عبد الحق ساحي وسعادة سفير دولة قطر لدى الجزائر عبد العزيز بن علي أحمد نعمة على مراسم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر وشركة ألي غارسيا هيلث كير التابعة لشركة استثمار القابضة لبناء مستشفى جزائري قطري، اتفاق يعكس مدى عمق العلاقات والتعاون بين البلدين. تجسد اليوم مشروع بناء مستشفى جزائري قطري. السيد رئيس الجمهورية والسلطات العليا للبلاد وسمو دولة قطر الشقيقة أبيا أن تكون هذه انطلاقة من العاصمة في هذا المشروع الصحي الهام الذي سيكون لساكنة العاصمة ولكل الجزائر، باعتبار أن التخصصات ستكون تخصصات دقيقة. نحن نبارك هذه الخطوة ونعتبرها الأولى لتجسيد مشاريع أخرى في مجال الصحة، وإن شاء الله هذا المشروع بيعزز من روابط الأخوة بين الدولتين وبيكون إضافة لمشاريع دولة قطر في الجزائر، إضافة إن شاء الله تكون مميزة. تنمويا ولتفادي الندرة في مادة زيتية المائدة، قام مصنع بلدية عين المليلة بأم البواقي بمضاعفة الإنتاج، وهذا لتلبية احتياجات المستهلك وتفاديا للمضاربة. أمينة بعطوش. بعد دخول خطوط جديدة حيز الخدمة، تضاعف إنتاج مادة زيت المائدة بمصنع عين مليلة بأم البواقي ليصل إلى 450 طنا يوميا، والهدف توفيره في السوق دون القطاع. باش ما يكونش قطاع خلاص بربيش، عندنا اللتر 5 لتر 2 لتر، خدمة 24 ساعة 24 ساعة. عندنا اللتر والين اللي ديباس 450 طن يوميا، ما بين فيها تاع 5 لترات دير 6000 قارورة في الساعة، وفي 2 لتر دير 8000 قارورة في الساعة، وفي الليتر واحد دير 20000 قارورة في الساعة. حتى لي موان دو ستوكاج عندنا او نيفو دو سيت لهنايا عندنا حوالي 11000 طن. توزيع المنتوج وتسويقه يتم بطريقة منظمة، وهو ما يؤكده المواطن اليوم وأعوان التجارة بالولاية خلال نشاطهم الرقابي المستمر. زيت فور لومو راه موجود فرط، وانت روحي كاين الزيت، والله كاين ربي كاين موجوده. نهزو كيما نسحقوا حنا بالحبه بالزوز ب5 طرات ب10، شنو لقينا نهزو كل يوم كاينه في الوزين، راهم كل يوم يبعثوا لنا، وتاع التجاره كل يوم راهم يراقبوا. عندنا 5 فرق مكلفه بمراقبه الزيت على مستوى المحلات، وعندنا فرقه يوميا على مستوى الوحدة، وكذلك عندنا 3 فرق تراقب منطقة النشاطات من أجل يعني توفير هذه المادة. ويعمل المصنع وفق برنامج مسطر لتغطية احتياجات السوق الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية. في قطاع السكن، وبمناسبة اليوم العربي للإسكان، تم بولاية ميلا توزيع قرابة 900 وحدة سكنية بصيغة العمومية الإيجارية تتوفر على كافة التجهيزات والمرافق. يقول محمد زمولي. صيغة سكنية من العمومي الإيجاري جاوزت 900 وحدة ووزعت على العائلات ببلدية شلغوم العيد ومنطقة فردوا ومارتشو بميلا. العملية تمت في أجواء من الفرحة والاستحسان. سيد الرئيس أخويا بارك الله فيه، وفنا
كيما هضر حنا وفي هذه الانفتاحات راح نسكنوا ان شاء الله. وفى خويا بارك الله فيه، بارك الله فيه، وفى وبارك الله فيه. نشكر رئيس الجمهوريه كثر خيره بارك الله فيه، كثر خيره ما نشكروه، المهم كثر خير ربي وخير الدوله. الحمد لله هاني 13 سنة وانا نستنى فيها. الحمد لله خويا نشكر رئيس الجمهورية، نشكركم كامل على الشيء اللي بدلتوه ودرتوه وصلنا للدقيقة هذه. السكنات المستلمة سكنات عصرية مجهزة بالماء الكهرباء والغاز، كما تم تجهيز تلك الأحياء بمجمعات مدرسية لتسهيل تتلمذ الأطفال. في ميلا عندنا حيين، حي فروضوا وحي مارشو، الحيين مزودين بالمدارس الابتدائية المرافقة للحي، يعني بالنسبة للفرضوة ولا مارشو، وكذلك بالنسبة لشلغوم العيد، يعني المرافق والتجهيزات العمومية المرافقة للحي متواجدة ومتوفرة والحمد لله، ما عندنا حتى إشكال. كاين كما الابتدائية اللي هنا في الباب، كاين ترانسبور يمشي، ومازال باقي، مازال باقي الخير، مازال المواطنين نفرحوا المواطنين، نقول لهم باللي مازال السكن الاجتماعي مازال كاين كما قال رئيس الجمهوريه، مازال نبنوا، مازال عندنا سكنات راهي في طور الانجاز وان شاء الله غادي نتبعوها. اليوم رانا في لوسيت هذا تاع لاديال وتاع الاخر، راكم تشوفوا تقريبا سان جوي عندنا اكثر من 400 سكن كيف تات ريسبسيوني نعطوها للمواطنين، ومدير لوبي جي ار يؤكد عليها. نحن الآن في صدد رانا في شونتي تقريبا 500 سكن راهي تبنى راهي قدامنا. تعد هذه البادرة من العمليات الكبرى بميلا، كما تم وضع حجر الأساس لمشروع 150 سكن إيجاري عمومي. إلى ولاية تموشنت، عين تموشنت أقول، حيث أعطيت إشارة انطلاق حملة الحرث والبذر بتنظيم حملات إعلامية وإرشادية للتعريف بالإجراءات التحفيزية التي اتخذتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. أبو بكر منصوري. تميز انطلاق موسم الحرث والبذر بولاية عين تيموشنت هذه السنة بتوفير كل الوسائل الضرورية خاصة البذور والأسمدة، وكذا تسهيل الإجراءات الخاصة للاستفادة من القروض الموسمية والعتاد الفلاحي. الفلاحين لازمهم يوقفوا مع الفلاحة ويزقوا السنة. أنا ماذاك زقيت إن شاء الله، أديت 45 قنطار في القطار قمح، الحمد لله اللي يزقي يدي، اللي نشوف الفلاحة وراني ندور في الولاية راهم ناجحين راهم يخدموا. الموسم هذا إن شاء الله يكون ناجح بمرافقة الصندوق والصناديق الجهوية التعاون الفلاحي بعين تموشنت للفلاح، وكذا حصوله على امتيازات جد مغرية من بينها تسهيلات في قسط التأمينات، وخاصة بالنسبة للتأمينات النباتية والتأمينات الفلاحية، وخاصة النباتية منها والحيوانية. هذا التنوع في المحاصيل الزراعية يساهم في تحقيق النجاعة الاقتصادية بما يعزز الإنتاج الوطني ويعود بالفائدة على الفلاحين. هذا النوع من الزراعة اللي نطمح إن شاء الله أنها تزيد سنويا، تزيد في الكميات وفي النوعية، وهذا تلبية لاحتياجات المواطنين من ناحية على مستوى الولاية، ولما تصدرها كذلك خارج الولاية. فيما يخص تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الخاص بربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية، وإن الولاية نتاعنا كانت انطلقت في العملية، واليوم كانت نموذج اليوم وين عطينا فيه إشارة انطلاق على مستوى هذه المزرعة الفلاحية. وسيستفيد الفلاحون طيلة حملة الحرث والبذر هاته من المرافقة التقنية من طرف المعاهد الفلاحية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني وإلى غاية الحصاد. أفاق تربية النعام خيار استراتيجي للمساهمة في ضمان الأمن الغذائي في الجزائر كان محور يوم دراسي احتضنه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. نادي علمي. تربية النعام في الجزائر بدأت كهواية وتحولت في بداية العشرية الأخيرة إلى نشاط اقتصادي جذب الكثير من الشباب الذي يطمح إلى تنظيمه وتطويره واستحداث شعبة فلاحية خاصة به. والبداية قد تكون من هنا، من المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة الذي فسح المجال لهؤلاء الشباب لاستعراض تجاربهم الميدانية وبحث آفاق تربية النعام للمساهمة في ضمان الأمن الغذائي في الجزائر.
حبينا نطوروا هذه التربية النعام في الجزائر لأنها كمشروع اقتصادي هو مشروع مربح وغير مكلف. وكي قعدنا نحوسوا هنا في الجزائر لقينا هناك نماذج ناجحة جدا وقاموا بأعمال محترفة في هذا المجال. الإنسان منين توفر عنده تقريب الخبرة وتوفر عنده تقريب على الأقل كفاه التربية تاع الطائر هذا كيفاش المراحل اللي فوتها والمشاكل اللي فوتها، الحمد لله أنا تبلي باللي حاجة من هنا قدام عندها كما نقولوا مستقبل مليح. مشاريع تربية عام ما زالت في بدايتها، وبالرغم من ذلك استطاعت تحقيق مردود اقتصادي مشجع. طائر النعام سهل التربية، يقاوم كل المناخات سواء من حرارة سواء من برودة. نقعدوا نكتفي غير بالحمل الأبقار ولا الحمل اسمه الخرفان، شغل ما نقدروش نلبيو حاجة السوق كومبليت، لازم لنا دوك حاجة مكملة للمنتوج هذايا. عندنا فرقة أبحاث، هذه الفرقة راح تتصل بمزارع تربية الأنعام وراح نجربوا معاهم بعض الأدوية التي تستعمل حاليا بالنسبة للحيوانات الأخرى وتجريبها عند النعام به نشوفوا مدى فعاليتها عند النعام. تستعمل منتجات النعام مثل اللحوم والبيض والريش والجلد في مجالات واسعة، ما يعني استحداث نشاطات اقتصادية كثيرة خلاقة للثروة ولفرص العمل. في إطار الشراكة المبرمة بين الجامعة والمؤسسات الصناعية الاقتصادية وقصد تكوين إطارات جديدة ذو كفاءات، قامت جامعة هواري بومدين بتوقيع اتفاقية شراكة علمية وتكنولوجية بين جامعة هواري بومدين وشركة إصلاح السفن، حيث تهدف الاتفاقية إلى إدماج الطلبة في الواقع المهني. وكل شيء دور حول الطالب، يعني احنا الآن الجامعة هي على كل حال تهتم أولا بالطالب، والآن الطالب يعني طالب الجديد، يعني حتى نظرة يعني استراتيجية تاع الجامعة استراتيجية جديدة، لأن الجامعة سابقا كانت تتكفل إلا بالتكوين، وكان الطالب يعني يتخرج باحث عن عمل بشهادة. الآن يعني الجامعة راهي تخرج وتتفاعل مع كل المحيط، وهذه الاتفاقية لعدة فوائد ولعدة أغراض. تكوين مهندسين، بريباري ماستر مهني في صناعة السفن بفندق الأوراسي بالعاصمة. مشروع وفي إطار مشروع الشراكة نظم مجلس التدقيق الهولندي بالعاصمة ملتقى انطلاق برنامج التعاون الثنائي حول تعزيز قدرات مجلس المحاسبة في مجال تنفيذ مهامه وفقا للمعايير الدولية للرقابة. وفي هذا الإطار تم التوقيع على مذكرة تفاهم تخص برنامج التعاون بين مجلس المحاسبة الجزائري ونظيره الهولندي. اتفاقية تعاونية مع الزملاء الهولنديين يعني في المواضيع الرقابة جد مهمة بالنسبة لنا، ألا وهو أولا نبدأ بدعم يعني دعم قدرات المدققين الجزائريين من خلال تقاسم التجارب مع الخبراء الهولنديين يعني في ميدان الرقابة على البيئة، في ميدان الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تصميم يعني منهجية حول اتصالات المجلس مع المحيط. إحياء الذكرى 66 لمعركة أشوابير بمنطقة الغيشة التي قادها كل من القائد موسى مراد ونور البشير وملاي إبراهيم وملاي عبد الله بحضور السلطات المحلية والعسكرية والأسرة الثورية، تابعها في هذا التقرير فؤاد أحماني. في 4 أكتوبر 1956 كانت معركة شوابير بجبال القعدة بين آفلو ومنطقة الغشاء شاهد على انتصارات الثورة الجزائرية. هي عندها سابقة قبلها، إذن هذو القادة الأربعة من ولاية البيض، هؤلاء القادة يريدون الانتقال إلى مدينة آفلو. هذه مدينة آفلو كانت محاصرة وبها حوالي 3000 أو أكثر، إذن هذا مسجون سياسي. هؤلاء المساجين السياسيين كانوا يريدون الإفراج عنهم، ولكن
شاءت الأقدار أن يلتقي هؤلاء في منطقة تسمى الخطيفة، لأن فرنسا كانت قد خرجت لعملية تمشيط فالتقوا في الخطيفة. ففي هذه المعركة قضى الجيش، قضى على الفرنسيين كله، كل حوالي 32 قتيل، وكان هناك شهيد، هذه حسب شهود عيان الذين حضروا المعركة ويروا لنا، لأن كنا شبان نحن في ذلك الوقت. فرنسا هؤلاء العملية التي كانوا يريدون القيام بها في آفلو الآن إذن الآن لا يذهبون إليه خلاص. إذن معركة الخطيفة كانت حائلا دون أن يذهبوا إلى آفلو. إذن فرنسا بطبيعة الحال بعد هذه الهزيمة النكراء ماذا تفعل؟ لابد أنها تظهر لقتلها وأنها تخرج في اليوم الموالي وتنتقم وتخرج اليوم الموالي. هؤلاء المجاهدون كانوا أذكياء، لابد أن فرنسا تمشي مع هذه الطريق، فحاصروا هذه الطريق الذي نحن فيها اليوم، حاصروها على بعد 8 كيلومتر. وفي الصبيحة الموالية يوم 4 أكتوبر قامت هذه المعركة، هذه المعركة التي وقعت هنا، وكان فيها حوالي حسب ما يروى 1365 قتيل لفرنسا، وما يقارب 41 شهيد. فرنسا بعد هذا اليوم ماذا فعل بعد 4 أكتوبر؟ اتجهت صوب قرية تسمى قرية أنفوس. هذه القرية أبادتها عن بكرة أبيه، قتلت من قتلت وشردت من شردت ولم نعود إليها، لأنني أنا من الذين مسقط رأس أنفوس. العمليات الثورية التي شكلت عن حق وجدارة لبنات أساسية في إعلاء صرح ثورة التحرير المجيدة وصنع الاستقلال الوطني. في ذكرى 66 لهذه المعركة المجيدة، التقت الأسرة الثورية والسلطات المحلية بالأغواط بمنطقة شوابير لإحياء هذا اليوم الرمز، وتم بالمناسبة تكريم عدد من مجاهدي الأسرة الثورية. معركة شوابير لا تعتبر معركة فقط، ولكن تعتبر إحدى صور دهاء مجاهدي الثورة، وهي كذلك تعتبر أم المعارك لما فيها من نتائج غيرت مجرى التاريخ. فؤاد حمانية، التلفزيون الجزائري، من جبال القعدة بولاية الأغواط. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2022 العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية 69 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر ب 14 قنطار و 39 كيلوغراما من الكيفي المعالج، كما تم ضبط 4062598 قرصا مهلوسا. وبكل من تمرست وبرج باج مختار وإنجزام وجانات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 110 أشخاص، وضبطت 28 مركبة و 172 مولدا كهربائيا و 192 مطرقة ضغط و 7 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات التفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، كما تم توقيف 47 شخصا وضبط 18 بندقية صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر ب 129 طنا، وكذا 45 قنطار من مادة التبغ و 155,057 وحدة من مختلف الألعاب النارية و 17,143 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا بكل من أضرار تمراست، برج باجي مختار، وباتنا، وبسكرة،
الوادي والأغواط وعين دفلة وغليزان، كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولة تهريب كمية معتبرة من الوقود تقدر ب 152,275 لترا بكل من برج باجي مختار، أدرار، تمرست، تبسة، الطارف وسوق هراس. من جهة أخرى أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 159 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 336 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة عبر التراب الوطنية. في ملف الصحراء الغربية، وخلال مباح قررت المحكمة العليا البريطانية تحديد جلسة قضائية خاصة اليوم للنظر في مراجعة مدى احترام اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والمغرب للقانون الدولي فيما يتعلق بالوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية ومواردها الطبيعية باعتبارها إقليما متمايزا ومنفصلا عن المملكة المغربية. وفي السياق وأثناء مباحثات ومشاورات جمعت مساء أمس ممثل جبهة البوليزاريو بالقوى السياسية بمقاطعة كاستيا ويليون، جددت القوى السياسية التأكيد على مواقفها الداعمة لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية وتقرير المصير. في الشأن الفلسطيني، بحثت الولايات المتحدة وفلسطين اليوم التوترات الحالية في الضفة الغربية الناجمة عن تصعيد الاحتلال الصهيوني. تقرير إيناس بدرة. اقتحم اليوم مئات المستوطنين باحة المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية، كما أقاموا طقوسا في باحاته وحاصروا المصلين واعتقلوا آخرين. وموازاة مع ذلك، أطلقت أيضا اليوم زوارق الاحتلال الصهيوني نيران رشاشاتها بشكل عشوائي تجاه مراكب الصيادين الذين يمارسون عملهم في صيد الأسماك، بحيث لاحقتهم وأجبرتهم على مغادرته. هذا التصعيد الإسرائيلي المستفز كان محور نقاش المندوب الدائم لدولة فلسطين أمام اللجنة القانونية للأمم المتحدة، حيث أكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في أرضه من عدوان وإرهاب من قبل قوات الاحتلال ومنظمات المستوطنين هو فعل غير إنساني، ولا بد من تصنيف الكيان الصهيوني ضمن المنظمات غير الحكومية بل كمنظمات إرهابية، مشيرا على ضرورة تراجع الاحتلال ووقف هجماته على المجتمع المدني الفلسطيني، محذرا من سياسته طويلة الأمد، داعيا المجتمع الدولي إلى ضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على قوانين اتحادية لإضفاء الطابع الرسمي على انضمام مناطق دانييلسك، لوغانسك، زاباروجيا وخيرسون إلى روسيا، وعين الرئيس الروسي حكاما على رأس المناطق الأربعة، كما وقع على قوانين دستورية فيدرالية أخرى بشأن تشكيل مناطق جديدة داخل روسيا. هذا وتم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة المعلومات القانونية الرسمية للبلاد. إلى موسم العمرة، حيث انطلقت أول رحلة للمعتمرين من مطار الدولي أحمد بن بلة بوهران باتجاه البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة وسط ظروف تنظيمية محكمة. تقول خير أبو طالب. انطلقت اليوم أولى الرحلات بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة. بخير ونجوب خير على خير إن شاء الله، بالصحة والستر والبركة والعقوبة ليكم إن شاء الله للجزائر كومبلي. قاموا بنا كل شيء موفر، أكل، وثائق، تسهيلات، كل شيء. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يتقبل منا من جميع إن شاء الله، واللي ما راحش ثاني الله يجيب له تسهيل ان شاء الله. اجراءات تنظيميه محكمه وتسهيلات اداريه من اجل التكفل الامثل بالمعتمرين. مع الاحتفال تاع المولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونكثروا صلاه النبي، ورانا ماشيين باش نقربوا لله تعالى ونكثروا الدعاء، ماشيين من اجل الدعاء. الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، والله يبلغ هذه الخيرات لكل العباد
متوجهين باذن الله من مطار وهران الدولي الى مطار الملك فيصل بالمدينه المنوره ان شاء الله. الله يوفق الجميع. لمتنا هذه الرحله 298 محتمر ان شاء الله. قامت مؤسسه سير مصالح مطارات وهران بتوفير جميع الظروف الجد الحسنه للمحتمرين، وهذا بالتنسيق ايضا مع شرطه الحدود والجمارك والمراقبه الصحيه للحدود. في انتظار استكمال الرحلات المبرمجة المتبقية لأداء شعيرة العمرة عبر مختلف الوكالات السياحية. تتواصل فعالية اليوم ما قبل الأخير من البطولة العربية للجمباز بالمركب الأولمبي ميلود هدفي بوهران، الذي شهد سيطرة واضحة لعناصر النخبة الوطنية للجمباز أواسط وأكابر سيدات رجال عقب افتكاك مجموع 11 ميدالية بجدارة واستحقاق. تفاصيلها 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و4 برونزيات. نتابع هذا التقرير. الاستعراض كان عند السيدات مع تميز المغتربة كيليا نمو على جهازي العمودين غير متوازيين مسجلة علامة 14.70 نقطة. كما سيطر المنتخب الوطني على جهاز طاولة القفز، حيث أثبتت سهام حميدي علو كعبها على هذا الجهاز لما فازت باللقب العربي، مؤكدة النتيجة التي تحصلت عليها في المسابقة العامة الفردية أين كانت أحسنهن في هذا الجهاز. هذه شهرين وانا ندرب باش نتحصل على هذه الميدالية الذهبية، وانا لاغري تاعي بريفيري هو سوت شيفال. سي لا دوزيام ميداي اليوم، الحمد لله راني فرحانه. اي مو ريست انكور دومان بور لي فينال، وهذه محطه تحضيريه لبطوله العالم اللي حتكون في ليفربول ان شاء الله. حسام حمادوش، عبد الرحمن اشكون، عيسى لقمان، ومحمد صغيري، اسماء سنتذكرها في صنف الاكابر في قادم الاستحقاقات بعد النتائج التي تحصلوا عليها على اجهزه الحركات الارضيه حصان الحلق وحلقتي التوازن. أنا فرحان بزاف، الحمد لله يا ربي تحصلنا على الميداليات وشرفنا البلاد. الحمد لله يا ربي حققنا ميدالية ذهبية بعد تعب كبير، واللي كان ساند ليا الشيخ تاعي والوالدية لي بارون ديالي. الحمد لله يا ربي اللي حققناها وطلعنا العلم تاع الجزائر. درنا كومبيتيسيون شابة اليوم وقدرنا نتحصلوا على زوج ميداليات ذهبيات ورفعنا العلم تاع الجزائر، وإن شاء الله نزيدوا في البطولات الأخرين. نهاية النشرة، بقي لنا تذكير بأبرز ما ورد فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل وزير الخارجية البرتغالي. رئيس الجمهورية يهنئ المعلمين بمناسبة يومهم العالمي ويجدد التزامه بدعمهم. كثيرا على قمة الجزائر من ناحية توحيد الصف العربي ولم الشمل العربي. أتمنى أن يكون لهذه القمة ما يأمله ما تأمله كل الشعوب العربية من أنه يعود الوفاق بين كل الشعوب العربية. الجزائر ستنظم قمة، وأنا على يقين من خلال المتابعة والمقاربة والتدقيق أنها ستنجح في تنظيم قمة عربية ستكون قمة مفصلية في تاريخ الأمة العربية. النخب والمؤسسات الإعلامية العربية تعول على مخرجات قمة الجزائر في لم الشمل وتوحيد الصف العربي، آراء ترصدها شبكة مراسلين عبر العواصم العربية. التوقيع على مذكرة تفاهم لإنجاز مستشفى جزائري قطري بتخصصات دقيقة تجسيدا لمشاريع أخرى بين البلدين. وتابعنا في النشرة توزيع قرابة 900 وحدة سكنية بصيغة العمومية الإيجاري بولاية ميلا.
بهذا نصل إلى ختام نشرة الواحدة لهذا اليوم. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.